مساء الخير على كل مشاهدي 90 دقيقة من المحيط إلى الخليج. أخيرا إلى جواري مع عثمان. الحمد لله على سلامتك ومساء الخير ومنور مكانك. الله يسلمك يا ربنا يخليك يا رب. مساء الخير على كل السادة المشاهدين. نيابة أول أكتوبر بإشراف المستشار أحمد الأبرق المحامي العام الأول. بيتم الآن تحقيقات موسعة في واقعة اختفاء اللواء حبيب العدلي وزير الداخلية الأسبق من فيلته بمنطقة الخمائل ببالم هيلز بأكتوبر. وقالت مصادر رفيعة المستوى في تصريحات لمصراوي موقع مصراوي طبعا الشهير إن النيابة قررت استجواب أفراد الحراسة المكلفة بحراسة الفيلا وذلك لكشف تفاصيل واقعة اختفاء حبيب العدلي، وكمان للتأكد من صحة المعلومات بأن اللواء حبيب العدلي غافل القوة المكلفة بحراسته من قبل وزارة الداخلية وتمكن من الهروب عقب الحكم عليه بالسجن 7 سنوات في قضية فساد الداخلية. استمعت النيابة لأقوال الصحفية الكبيرة إلهام شرشر زوجة العدلي حول مدى علمها بمكان هروبه وتفاصيل الواقعة من عدمه. محدش يعلم أي شيء. هناك من يقول من محامين أنه هو أصيب بجلطة بعد ما استمع إلى الحكم وأنه هو موجود في مستشفى. في برضو عن لسان أحد محامين هو لم يهرب وإنما الإعلام يقول الهارب، الصحافة تخرج علينا وتقول الهارب. التحقيقات في النيابة بعتوا جابوا مراته بيشوفوا القوات الأمن اللي كانت مكلفة بالحراسة، هل هو هارب؟ هل هو مريض؟ هل هو مختفي؟ الله أعلم، مش شغلتي عشان أقول. أعلنت وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع مصابي حريق مبنى التأمينات الاجتماعية إلى 20 حالة، وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم إخماد الحريق الذي نشب صباح اليوم، حيث استطاعت قوات الحماية المدنية السيطرة على النيران التي شبت في الجزء الأيمن من الدور 7 للمبنى وامتدت للأدوار العليا، وأنه تم تبريد آثار الحريق. وتطمئن وزارة التضامن جميع المواطنين أن بيانات المؤمن عليهم محمية تماما ولا خوف عليهم من أي ضرر، خاصة أن الهيئة مميكنة تماما وتستخدم أنظمة تكنولوجيا المعلومات في حفظ الملفات والبيانات الخاصة بالمؤمن عليهم، كما أن النيران التي شبت كانت بعيدة تماما عن صالة الحاسب الآلي للهيئة. خلونا نخرج لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي أخبارنا في حلقة تانية.